طيب خالد، يعني بعيدا عن اجواء الماتش، انا لفت نظري في العناوين اللي انت قلتها مساله ازمه الطاقه، وانت اتكلمت على انه درجات الحراره يمكن بتوصل لواحد واتنين تحت الصفر. ايه يعني ازاي يا خالد بتتعامل فرنسا مع هذه الازمه المحتمله، خصوصا واحنا مقبلين على اعياد وعلى احتفالات كبيره جدا في عاصمه النور؟ داليا، صحيفة لفيجارو صباح هذا اليوم تساءلت هل سيتم الترشيد في الاستهلاك فيما يخص الأنوار في الشوارع الفرنسية من 11 مساء وحتى 6 صباحا. كانت هناك اعتراضات من بعض رؤساء البلديات بأن الحالة الأمنية تتوجب أن نترك الأنوار طبعا طوال الليل، ولكن يبقى السؤال فيما يخص الترشيد في الاستهلاك. الرئيس الفرنسي نفسه كان دخل على الخط في محاولة يعني تطمين الفرنسيين بأن لن يكون هناك انقطاعات في الكهرباء بنهاية العام. من المعروف أن شهر ديسمبر أعياد النوال وأعياد الميلاد بيتم استخدام كثيرا يعني الكهرباء، مع الانخفاض في درجات الحرارة التي كان قد تمناها برونو لومير وزير الاقتصاد أن يكون هذا الشتاء شتاء ساخنا. حدث هذا في شهر أكتوبر وفي شهر نوفمبر، إلا أن هذا الشهر الحقيقة الدنيا برد جدا، ومن المنتظر أن يستمر درجات الحرارة في الانخفاض حتى في الشهر القادم. شركة الكهرباء المخصصة يعني لتصليح الأعطاب كانت تحدثت عن انقطاع أول أمس، شهدته أربعة مناطق في العاصمة الفرنسية باريس، وأكدت أن هذا كان انقطاع ليس له علاقة بالضغط في الكهرباء ولكن لمشكلة تقنية. إذن نحن أمام معضلة كبيرة جدا، وبصفة خاصة مع انخفاض درجات الحرارة داليا، الحقيقة فرنسا يمكن أن يعني يتم انقطاع درجات يعني الكهرباء عفوا لمدة ساعتين في عن كل منطقة، وقد طالبت بإنشاء على الموبايل تطبيق ليتم التعرف على يعني الأماكن التي سيكون فيها أو الأجزاء التي سيكون فيها الانقطاعات. وطبعا من المعروف أن هناك أكثر من 60% من المناطق الفرنسية معرضة لهذه الانقطاعات. هل الأزمة دي خالد مأثرة بشكل أو بآخر على استعدادات الناس للاحتفالات بالكريسماس؟ بالتأكيد أكيد دي مناسبة مهمة جدا في فرنسا، هل ده مأثر بشكل أو بآخر ولا الطقوس لازالت زي ما هي؟ الحقيقة يحاول الفرنسيين يعني الخروج من هذه المشكلة بتغيير بعض من يعني عاداتهم وتقاليدهم. شفنا الفرنسيين بيقوموا بتخفيض يعني التدفئة في المنازل، ويقومون بارتداء الملابس الثقيلة حتى لا يشعرون بالبرد حتى داخل منازلهم. وهناك مشكلة أكثر من مشكلة الكهرباء والإضاءة يعني تؤرق الفرنسيين الحقيقة، ألا وهي مشكلة الإضرابات المتواجدة في SNCF في وسائل النقل السكك الحديدية التي تهدد داليا ب يعني إضرابات. هذه الإضرابات يمكن أن تصيب عدد كبير جدا من الفرنسيين الذين يريدون الانتقال إلى مثلا من مارسيليا إلى باريس، أو من ليون إلى باريس، أو من باريس إلى ليل، أو من باريس إلى مارسيليا. هناك إضرابات سيتم البدء فيها اعتبارا من مساء الخميس القادم وطوال الأعياد، للمطالبة بزيادة الأجور لهؤلاء العمال، لأن طبعا تدركين جيدا أن الأسعار هنا زادت بصورة كبيرة جدا في جميع، وما زالت المرتبات كما هي، والجميع يخشى داليا من أن تعكر هذه الإضرابات صفو الفرنسيين وتهدد الاحتفالات يعني بأعياد الميلاد. هي أعياد أو احتفالات ربما تمر عصيبة على فرنسا وعلى الفرنسيين. خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، أنا بشكرك شكرا جزيلا.